السلام عليكم، أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا لايك وتعليق بخصوص الموضوع. صفائح بيركو تخطف الأنظار في أول جلسة تصوير لحملها الثاني رفقة توأمها، إليكم التفاصيل. وضعت الفنانة المغربية صفائح بيركو لجلسة تصويرية لإحدى المجلات الفنية، فالفنانة صفاء تألقت في أول جلسات تصويرية لحملها الثاني بفستان أبيض فضفاض، وتزينت بمكياج بسيط أبرز جمالها الطبيعي. ومما زاد جلسة تصوير جمالية حضور توأمها نايل ونيليا، فالتوأم لا زالا صغيرين يبلغان سنتين فقط. فصفاء كانت قد أخفت عن حملها لأشهر عديدة قبل أن تقرر مشاركته مع محبيها. وانهال التهاني على صفاء من قبل جمهورها وكذلك زملائها من مشاهير الفن والسوشيال ميديا، الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بهذا الخبر. فكان هذا هو فيديو اليوم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.